إذا كان الله عز وجل كرم بني إسرائيل وفضلهم على العالمين، فلماذا بالمقابل لعن اليهود وطردهم من رحمته وسماهم بالمغضوب عليهم؟ على سيدنا موسى عليه السلام هو اللي تذكر أكبر عدد من المرات في القرآن الكريم. المسجد الأقصى شكون اللي بناه وكيفاش تبناه وشنو العلاقة ديالو بهيكل سليمان المزعوم، بخت نصر والسبي البابلي؟ هاد المواضيع كاملين غادي نحاولوا نهضروا عليها في هذا الفيديو، ابقى معايا. إسرائيل وهو عبد الله باللغة العبرية، وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم من سلالة نوح. نوح ملي سال الطوفان وفسوت السفينة على الجودي تفرق أبناؤه، تفرق أبناؤه، ومن ثم غيبداو يبانوا القبائل. قبائل الفرس كانوا في الشرق، وقبائل العرب كانوا في الجزيرة العربية، وكانوا الأقباط في مصر. سيدنا إبراهيم عليه السلام نشأ في بابل في العراق، وكبر في واحد القوم اللي كانوا يعبدوا النجوم، كانوا يقولوا بأن هذوك والإله، وكانوا يعبدوا النجوم. وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فتاة ذكي جدا، وفهم بأن ما يمكنش الإنسان يعبد النجوم أو الكواكب والشمس والقمر. فهنا دخل في واحد النزاع مع القوم جاله، خاصة مع الأب جاله. الأب جاله ما كان له إلا أن طلب من القوم جاله أنهم يحرقوه، يشعلوا فيه العافية. فشعلوا واحد النار كبيرة وهزوه بالمنجنيق وبغاو يحرقوه، ولكن الله عز وجل بحكمته أمر أن العافية ما تأذيش سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانت بردا وسلاما كيف ما جاء في نص القرآن الكريم. من بعد سيدنا إبراهيم غادي يتزوج بسارة، وغادي يهاجر من العراق إلى أرض كنعان. كنعان آنذاك في ذلك الوقت هي فلسطين حاليا. من كنعان كان هو الزوجة ديالو سارة وابن أخيه لوط عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو سارة مشاو لمصر، ملك مصر بغى يتعدى على سارة زوجة إبراهيم، ولكن الله عز وجل نجاها. فملي كان كيبغي يقرب منها كان كيتبلوك. ملي عرف بأن هذيك السيدة ماشي كباقي النساء، قال لها سيري الله يسهل عليك، وعطاها واحد بحال قلتي واحد الهدية، وهي سبية هي هاجر عليها السلام اللي غادي تصبح فيما بعد زوجة إبراهيم عليه السلام. فسيدنا إبراهيم عليه السلام غادي ياخذ هاجر وغادي يمشي وينتقلوا لجزيرة العرب في مكة، وثم غادي يتزاد ولده إسماعيل عليه السلام. وقصة زمزم المشهورة جدا، فخلى ولد ديالو إسماعيل مع أمه هاجر ورجع الأرض كنعان أو أرض فلسطين مع الزوجة ديالو الأولى، واللي بعد معجزة من عند الله عز وجل غادي يتزاد عنده واحد الولد اسمه إسحاق. إسحاق اللي هو الأب ديال يعقوب. فإسحاق كان عنده ولدان، يعقوب والعيسو، عيسو أو العيس على حسب الروايات وعلى حسب الإسرائيليات. القرآن ما مذكورش الاسم ديالو صراحة، ولكن بعض المفسرين وصحاب الإسرائيليات كيقولوا أنه سميته العيس أو عيسو، وسمي يعقوب لأنه جاء عقبه، يعني جاء هو الثاني. فيعقوب اللي عندنا بالغرض في القصة وهو نبي الله، وهو إسرائيل، إسرائيل أو يعقوب. إذا الغرض عندنا بنو إسرائيل اللي هم قلنا بنو يعقوب عليه السلام. فكان عنده 12 ولدا وبنتا، جوج الأولاد اللي هم يوسف وبنيامين ولدهم مع نفس الزوجة أو عندهم نفس الأم، أم يوسف وبنيامين وهي راحيل، راحيل بنت لابان وهي ابنة خاله، ثم روبين ويهودا ولاوي شمعون ودان ونفتالي جاد وعشير. سيدنا يعقوب عليه السلام عاش في العراق عند خاله لابان وزوجه بالبنت جاله، ومن بعد غيزوجه بالبنت الثاني، فغيزوجه بجوج من بنات جاله، وكل واحدة عطاها معها جارية، يعني ولا عنده أربع زوجات اللي غادي يولد معهم 12 ولد وبنت واحد. وبهذا كيكون هادوك هما بنو إسرائيل، منهم يوسف، روبين، لاوي، يهودا، بنيامين، الى اخر الاسباط. واللي مهم عندنا في القصه باش نفهموا مزيان هو نعقلوا على يهودا ونعقلوا على لاوي ونعقلوا على بنيامين ونعقلوا على يوسف طبيعة الحال. ثم توفي ودفن بالخليل، مدينه الخليل في فلسطين، على 180 عام، 180 سنه توفي سيدنا يعقوب عليه السلام. قصه بنو اسرائيل عنده واحد العلاقه وطيده مع قصه يوسف عليه السلام، ولذلك الله عز وجل انزل واحد الصوره ديال سيدنا يوسف ونزلها جمله واحده، ونزلها في عام الحزن. سيدنا يوسف عليه السلام اللي روى الرؤية اللي شاف الأب ديالو، قال له لا تقصص رؤياك لإخوتك فيكيدوا لك كيدا. فالإخوان، إخوان جيل سيدنا يوسف كانوا كيغيروا منه لأنه كان محبب إلى والده كثيرا، فقرروا أنهم يقتلوه.
قالوا طلبوا الاذن عند الوالد ديالو انه يخرج معاهم باش يمشيو يخرجوا يلعبوا في الغابه. ف كانت عندهم فكره انهم يمشيو يقتلوه ويرجعوه عند الاب ديالو ويقولوا ليه راك له الذئب. مو القصه راه مشهوره جدا. فحتى وصلوا لتما فبداو كينهالوا عليه بالضرب وبغاو يقتلوه. فاذا به الاخ الاكبر اللي هو لاوي اللي كان كيتيق فيه سيدنا يعقوب عليه السلام دخل هنا وقال لهم حبسوا ما تقتلوش وغنشدوا اللحو في غيابه الجب يلتقطه بعض الصيارة كيف ما مذكور في القصه. فمن بعد اشنو غادي يوقع؟ سيدنا يوسف عليه السلام غادي ينتقل لمصر. المهم القصه راه مشهوره جدا. الغرض اللي خصنا نفهموا هذا الشيء كامل هو سيدنا يوسف عليه السلام ملي انتقل وعاش في مصر وداز القصه ديالو مع زليخه والقصه ديالو مع عزيز ومصر والقصه ديال السجن ديالو وكيفاش بدا كيفسر الاحلام وكيفاش من بعد هذوك السبع سنوات غادي يفسرهم الحاكم ديال مصر انذاك ثم جعله على خزائن الارض ولا هو عزيز مصر. من بعد اشنو غادي يوقع؟ ملي وقعت القصه ديال الاخوان ديال يوسف فاش غادي يجيو من فلسطين لمصر فجعل السقايه في رحل اخيه الى اخر القصه. القصه هما فيها ان انذاك في مصر كان يحكمها الهكسوس ولهذا الله عز وجل في القران فاش يذكر قصه سيدنا يوسف لم يذكر فرعون بشاشا ولكن يذكر عزيز مصر لان انذاك ماشي الفراعنه كانوا كيحكموا مصر ولكن واحد القوم واحد الشعب سميتهم الهكسوس اللي هما في الاصل جاوا من اسيا. اذا سيدنا يوسف غادي يولي عزيز مصر وغادي يعيط الابوين ديالو وعلى الاخوان ديالو وكانوا 72 يعني الاخوان ديالو زائد الاولاد يعني تقريبا 72 واحد بنو اسرائيل غادي ينتقلوا من فلسطين لمصر وغادي يعيشوا معززين مكرمين في مصر في ظل حكم الهكسوس اللي كانوا العزيز ديالهم كان امن ولا موحد مبقاش على الشرك. فما كانش هناك بتاتا مشاكل بين الهكسوس وبين بنو اسرائيل. عاش بنو اسرائيل في مصر 150 عام مع حكم الهكسوس الى ان جاء احمص وهو ملك فرعوني وانتصر على الهكسوس وتما غادي يعيشوا بنو اسرائيل واحد سنوات صعبه جدا اللي عاشوا تحت الظلم والطغيان ديال الفراعنة ما يقارب 300 سنه الى سنه 1250 قبل الميلاد. 1250 قبل الميلاد وهذه السنه بالضبط هي اللي غادي الله عز وجل غيبعث او غادي تزاد فيها سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. ما يقارب 300 عام بنو اسرائيل عاشوا في الظلم تحت السطوه ديال الفراعنه وعاشوا وذاقوا الويلات الى ان جاء واحد القرار عجيب جدا من فرعون من بعد الكهنه بطبيعه الحال والوزراء ديالو قالوا ليه راه شافوا واحد الرؤيه وفسروها ليه اولو قالوا ليه راه واحد من بنو اسرائيل غادي يقضي لك على الحكم ديالك. فقرر انه يقتل جميع المواليد ديال بنو اسرائيل الذكور بطبيعه الحال الذكور. فبدا كيقتل الذكران من بنو اسرائيل يدبح ابناءكم ويستحيي نساءكم اي كيخلي النساء وكيقتل الدراري. فواحد القيشه جاوا عنده قالوا ليه راه الا بقيتي في هذه الوتيره راه ما يبقاوش عندنا بنو اسرائيل اللي غادي يخدموا لي لانه كانوا عبيد عند الفراعين. ثم قرر انه عام يقتل وعام ما يقتلش. فهذا ما وقع في العام اللي ما كانش كيقتل فيه الدراري غادي يتزاد هارون عليه السلام اللي هو الاخ ديال موسى عليه السلام. والعام اللي من بعد او عامين اللي بقيت عاقل مزيان غادي يكون واحد العام اللي فيه القتل. فهنا سيدنا موسى عليه السلام غادي يتزاد. وهنا الله عز وجل اوحى الى ام موسى واوحى ربك الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم يلتقطه عدوي وعدوك. يعني الله عز وجل اوحى للام ديال موسى عليه السلام انها توضعه في التابوت في اليم اللي هو البحر هنا كيعني بها نهر النيل حيت كانوا بنو اسرائيل تيعيشوا من هذا الجانب ديال نهر النيل في حين ان المصريين او الفراعنه كانوا كيعيشوا من الجهه المقابله. فدارت هي واحد الخيط باش تبقى شاد التابوت حيت خافت عليه لما يجيو يقتلو. بحكمه الله عز وجل غادي تقطع داك الحبل وغادي يمشي وغيقطع حتى الجهه الاخرى. والله عز وجل وضع المحبه في سيدنا موسى وضع القيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. ملي شاف ملي وصل للجهه المقابله عند قصر فرعون فهنا زوجة فرعون شافت الولد وعجبها قالت ليه قرة عين لي ولك ما تقتلوش خليه لربما ينفعنا او نتخذه وليدا. فهذا ما كان فرعون كان باغي يقتل سيدنا موسى ولكن حكمه الله عز وجل اقتضت انه يتعتق بتدخل العلي الحكيم. فغادي يكبر سيدنا موسى في قصر فرعون
غيكبر هذا اللي غادي ينقض ليه الحكم ديالو، غيكبر عنده في القصر. وهنا القصه راه معروفه جدا، انه سيدنا موسى فاش كان صغير كان هزو فرعون وجر ليه اللحيه ديالو، طير ليه الزغب. فهنا فرعون طلع ليه الدم، قال لهم هذا راه ما يمكنش يكون طفل عادي، هذا راه غالبا عنده غيكون هو اللي غادي ينقض ليه الملك ديالي. فهنا خيروه الوزراء ديالو، قالوا ليه هانت باش نعرفوا واش دارها بالعاني ولا غير ولا ما كيميش، غتعطيه جمره وتعطيه تمره. فاذا اختار الجمره راه عارف اذا راه ما كيميش غادي نخليوه السبيل ديالو، والا خدا التمره فهنا كون على يقين انه ذكر الفعل اللي دار بالعاني، وهنا خصو يتقتل. الله عز وجل الحكمه شي دخل، وسيدنا موسى عليه السلام غادي يمشي للجمره وغادي ياكلها وغادي تحرق ليه لسان. ولذلك في قصه موسى غادي تفهم بانه الله ملي قال موسى عليه السلام في جبل الطور، قال ليه اذهب الى فرعون انه طغى، كان جاوبه قال ليه راه اخاف ان لا ينطلق الي لساني واخي هارون افصح مني لسانا. فسيدنا موسى ولاش عنده واحد المشكل في اللسان، ولا كيتلعشم ما بقاش فصيح جدا، ولكن حباه الله بواحد القوه، عطى الله واحد القوه كان قوي جدا. سيدنا موسى كبر في مع الفراعنه في مصر، الى ان وقع واحد المشكل بين شاف واحد من بنو اسرائيل مع واحد من الاقباط، فبغى يدخل سيدنا موسى غادي يكز هذاك فوكزه موسى، غادي يدفع هذاك القبطي المصري غادي يموت، طاح قتلو قتل خطا. الغد ليه غيلقى عاوتاني تقريبا نفس لاسين، لقى عاوتاني واحد هذاك السيد ديال بنو اسرائيل مع واحد اخر من مصر، هذاك ديال بنو اسرائيل غادي يقول لي هو انت وليتي غتولي طاغيه. فهنا غادي يجي رجل، فجاء من اقصى المدينه رجل يس، جا واحد من المؤمن كان يخفي ايمانه، ما كانش كيبين الايمان ديالو، قال ليه يا موسى ان القوم ياتمرون بك، خرج من هنا ولا راه غادي يقتلوك، حيت فرعون صدر القرار باش يقتل سيدنا موسى عليه السلام. فما كان من موسى الا ان هاجر من مصر الى مدين عند شعيب، شعيب اللي نبي من انبياء الله وهو من انبياء العرب، وغادي يخدم عنده 8 حجاج اي 8 سنوات، وغادي يزيد مع عامين اخرى غادي يكمل 10 سنوات، وغادي يزوجو احدى بناتيه، وغادي تولي عنده عائله. وملي سالات هذيك 10 سنوات اللي كان غيخدم عنده، كان اتفق هو وياه باش انه ديك الخرفان اللي كان كيرعاهم سيدنا موسى يعني الحواله غياخذ منهم واحد العدد، فولا عنده واحد القطيع تبارك الله. وتم راجع عاوتاني من بعد ملي سالات 10 سنين غادي يخرج من المدينه وباغي يرجع لمصر، وغادي يدوز على صحراء سيناء. ملي غادي يدوز على صحراء سيناء غادي تبان ليه واحد العافيه في جبل الطور، ثم غادي يمشي يتقدم، وهنا في غادي يكلم الله عز وجل سيدنا موسى، ولهذا يسمى موسى بكليم الله. ولهذا قصة موسى ذكرت كثيرا في القرآن وفي بزاف المواضيع، وكل مرة كيحكي لك مشهد من قصة موسى. علاش؟ لأن قصة موسى، موسى هو النبي اللي القوم ديالو دوزوا عليه عدد كبير ديال المشاكل، ما كانوش كيتصنتوا ليه، ما كانوش كيامنوا به، كانوا كيستهزؤوا به، ما خلاو ما قالوا. كان النبي اللي تآدى بزاف من عند القوم ديالو هو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. إذن ملي كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في جبل الطور، وغادي امروا انه يمشي عند فرعون ويقول ليه اعطيني بنو اسرائيل نخرجهم من تما ونمشيو للارض المقدسه اللي هي ارض فلسطين والمسجد الاقصى. غادي يمشي لتما، وهنا غادي يوقع يعني الجدال الشهير ديال سيدنا موسى مع فرعون. فالله عز وجل عطى لسيدنا موسى واحد الايات اللي بينهم ليه، هو اخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء للناظرين، فالقي عصاك فاذا هي حيه تسعى. عطاه هاد الايات قال لي سير عند فرعون، لان الفراعنه كانوا واحد القوم اللي كيعتمدوا بزاف على السحر، وكان عندهم واحد التطور مادي بزاف، فكانت الحكمه الله عز وجل انه يتحداهم في المجال التخصص ديالهم اللي هو السحر والتطور التكنولوجي والحرب. ملي غيمشي عند فرعون وغادي يهضر معاه فرعون، موسى عليه السلام كان قبل طلب من الله عز وجل انه يصيفط معاه هارون، فنبئ هارون كذلك ولا نبي هو موسى، ولا جوج انبياء في ان واحد. القصه راه مشهوره جدا، وفرعون مشى عنده نهار الاول قال ليه لا ما غاديش نعطيك بنو اسرائيل، فالله عز وجل نزل عليهم الغضب في 9 ايات بينات، 9 ايات مفصلات، منهم الدم والقمل والجراد والضفادع، يعني بزاف ديال الايات. وفي كل مره كان فرعون حتى كيقول ليه واخا راه غادي نعطيك بنو اسرائيل باش تمشيو، وكيتراجع وكتنزل ايه تلو ايه، الا ان الله غادي امر موسى عليه السلام باش انه ياخذ بنو اسرائيل وينطلق بهم. ملي غادي ينطلقوا وغيوصلوا للبحر الاحمر،
بنو اسرائيل واحد القوم اللي عاشوا 300 عام تحت الظلم ديال الفراعنه. يمكن لك تخيل، حاول تخيل انت هاد لاسين غادين وداروا كيشوفوا فرعون والجنود ديالو. واش قالوا لسيدنا موسى؟ قالوا انا لمدركون. اش قال موسى عليه السلام؟ مثال ديال الرجل الصالح المؤمن اللي عنده يقين تام بالله عز وجل، قال كلا بل ان معي ربي سيهدين، ان معي ربي سيهدين. والله عز وجل غيامر موسى عليه السلام انه يضرب بعصاك البحر، ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فاصبح كل فرق كالطود العظيم. وهما كنقولوا بنو اسرائيل اللي هما 12 قبيله، هنا هذيك البحر غادي تقسم يولي 12 كولوار وغادي يدوزوا كاملين. وفرعون ملي غادي يوصل وغايشوف البحر مفروغ غادي يدور عند الجيش ديالو ويقول لهم راه البحر ملي شافني انا انه هو فرعون، انا هو ربكم الاعلى، راه تفرق على قبلي. ولكن ما عرفش بان حكمه الله هذيك هي اللي غتكون سبب الهلاك ديالو. وملي فرعون غادي يتم داخل الله غيامر البحر يتسد عليه، قال لك ديك الساعات عاد باش امن، قال لي الله عز وجل ملي حتى لدابا عاد باش امنتي، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه، اي دليل على ان هذوك بنو اسرائيل اللي كانوا كيتخيلوا فرعون نيش كاله وكرب وانه قوي وعظيم جدا غادي يشوفوه ميش. ومع ذلك ملي غادي يوصلوا للجانب المقابل ديال البحر الصحراء سيناء غادي يشوفوه، غادي ما غاديش يثيقوا. بزاف من بنو اسرائيل غيقولوا ما يمكنش فرعون يموت، وبقاو مخلوعين مع ذلك. فهنا الله عز وجل غادي امر موسى في لقائه في ميقاتنا، الله غادي ياخذ موسى عليه السلام 30 ليله باش يتلقى الالواح اللي هي التوراة. فازدادوا 10 وهي غيزيدوهم 10 ليالي اخرى، فغتولي فتم ميقات ربك 40 ليله. يعني ديك 40 ليله سيدنا موسى غادي يخلف على القوم ديالو هارون، قال ليه اخلفني في قومي واصلح وما تخليهمش يضلوا وما تخليهمش يزيغوا. فهما ملي سالات ديك 30 يوم الله زادوا 10 ايام، اشنو قالوا؟ قالوا راه خصنا نعبدوا شي اله، ما نبقاوش بحال هكا. فالنساء بنو اسرائيل اللي قبل ما يهاجروا كانوا طلبوا من النساء القبطيات انهم يسلفوهم الحلي والذهب ديالهم، عطاوه لهم. وملي وصلوا تما غادي يجي السامري وغادي يوحي لهم انهم يتاخذوا من دوك الحلي ديالهم واحد العجل، يعني صوبوه. هاد الناس هادو اللي شافوا هاد المعجزة ومع ذلك باقي عندهم بصيص من الشرك في القلب ديالهم، ما قدروش يصبروا 10 ايام اخرى، تاخذوا واحد الاله مصنوعه من الذهب والحلي ديالهم، عجلا جسدا له خوار هو داك الصوت. فهاد السامري هذا كان على ما يقول بعض المفسرين انه شاف جبريل عليه السلام اللي نزل فاش دخل في انفلاق البحر، فأخذت نبذة من أثر الرسول اللي هو جبريل عليه السلام فنبتها، فكذلك سوت لي نفسي. يعني شدك شوية ديال التراب اللي كان نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام ورشوا على الثور اللي صنعوه، ولا كيقول لهم سمعوا راه كيهضر. ملي رجع موسى عليه السلام بعد 40 ليلة غيلقاهم كيعبدوا العجل، فأخذ الألواح فكسرها، يعني التوراة كلها ضاعت. فأخذ بلحية أخيه سيدنا هارون عليه السلام، ماشي بالعاني دارها وشافهم كيعبدوا غير الله وبقى ساكت، لا، خاف أنه إلى الدخل أنهم غادين يهربوا. حيت بنو إسرائيل مدة 300 عام ديال الإضطهاد والظلم والطغيان اللي تمارس عليهم، فكتفهم بأن هذوك الناس ولاو مهزومين النفس، مابقاش عندهم الثقة في النفس، ولاو الريح اللي جا كيديهم كما تنقول، ولا دغيا كيامنوا بالخرافات، ولا دغيا قابلين انهم يشركوا بالله عز وجل. وهذا هادشي اللي كنفهموا من قصه بني اسرائيل، انهم كانوا على سبه. وان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا ونحن له مؤمنون. فبنو اسرائيل من الاول ديال البدايه ديالهم دائما كان عندهم في القلب ديالهم واحد شويه ديال الشرك، وهذا الشيء اللي كيبان في قصه ديال بنو اسرائيل من الاول حتى الاخر، دائما كانوا على سب، هي خصهم غير الفرصه باش انهم يعصوا الله ويعصوا الانبياء ديالهم. بعد الشيء كامل سيدنا موسى غادي يقول بنو اسرائيل باش نمشيو للارض المقدسه اللي هي ارض فلسطين. ملي غادي يوصلوا تما غادي يقول لهم خصنا ندخلوا نقاتلوا واحد القوم، راه الله امرنا ان نقاتلوا واحد القوم اللي هما الكنعانيين. فبنو اسرائيل دخلوا، قال لك
اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. هما عصوا امر النبي ديالهم مره اخرى. الله عز وجل قال لهم فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض. 40 عام غادي تحرم عليهم. هذيك 40 عام معروفه في التاريخ بسنوات التيه، يعني تاهوا في صحراء سيناء بقاو كيدور حتى كيقربوا المسجد الاقصى ولا الارض المقدسه، وكتجي شي زوعه ولا شي عاصفه رمليه وكيرجعوا، يعني ما عمرهم ما دخلوا. وسيدنا موسى كان طلب الله عز وجل انه ملي يجي الموت انه يقرب المسجد الاقصى، فهذاك الشيء اللي كان. فمات سيدنا موسى عليه السلام ودفن على مرمى حجر من المسجد الاقصى. قصه موسى مع الخضر، كاين واحد الغلام اللي مذكور في القران، الغلام سميتو يوشع ابن نون. ملي غادي تشوف سيدنا موسى عليه السلام، يوشع ابن نون غادي يولي نبي كذلك. ومن بعد هذيك 40 عام ديال التيه، فبنو اسرائيل عاد باش قرروا عزموا انهم يمشيو يقاتلوا دوك الاقوام، فغادي يقودهم يوشع ابن نون. يوشع ابن نون اللي هو الغلام ديال سيدنا موسى عليه السلام. ملي غادي تكون المعركه، والمعركه كانت يوم الجمعه، بدات المعركه وقرب المغرب وباقي المعركه مازال ما سالاش وباقي الانتصار بعيد. ومعروف ان اليهود اليهود او بنو اسرائيل عندهم حرام يوم السبت انهم يديروا بزاف المسائل، منها القتال، منها ماشي يلعوش العافيه، منها ما يستعملوش النقود الى اخره الى اخره. فهنا يوشع بن نون شاف بان النهار قرب يسالي ولا دخل السبت، وديك الساعات الحروب كانت كتكون غير بالنهار بالليل ما كيكونش الحرب حد الظلام. فهنا غيطلب من الله عز وجل انه يوقف ليه الشمس، حيتاش الى بقى المعركه مستمره وطاح الظلام الغد اللي غيكون يوم السبت، بنو اسرائيل ما يقدروش يحاربوا حيت حرام عندهم، وغادي يقتلوهم الكنعانيين. فطلب من الله عز وجل انه يوقف ليه الشمس يوشع ابن نون. فهذا ما كان، واستمرت المعركه الا الى ان انتصرت بني اسرائيل على عدوهم. نبي الله يوشع غادي يطلب منهم انهم يدخلوا لمدينه اريحا، اريحا للاشاره هي اقدم مدينه في العالم، عندها اكثر من 10000 سنه. طلب منهم والله امرهم انهم يدخلوا ساجدين ويقولوا حطه، فعوض ما يدخلوا ساجدين ويقولوا حطه اي ان يحط عليهم خطاياهم، دخلوا بظهورهم سبقوا الادبار ديالهم وقالوا حنطه. فانزل عليهم الله عز وجل رجزا من السماء وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث فيكم طالوت ملك. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا النبي هذا اللي مذكور في القران، الله ذكره غير قال لهم نبيهم. الاسرائيليين يقولوا انه اسمه صموئيل، صموئيل قال لهم راه ان الله بعث فيكم طالوت ملكا، بغيتوا تقاتلوا القوم الكافرين خصكم ملك، ما يمكنش تقاتلوا بدون ملك. قالوا ليه كيفاش غادي يكون هو ملك علينا ولم يؤتى سعه من المال؟ بالنسبه لهم المفهوم المادي عندهم، لانهم كانوا القلب ديالهم فارغ من الايمان، كان عندهم النظره الماديه اولى. كيفاش هذا غيكون ملك علينا وما عندوش فلوس؟ بالنسبه لهم اللي عنده فلوس ولا خصو الملك. قال لهم الله راه فضلو وعطاه بسطه في العلم والجسم، يعني زادوا قوه في الجسم وقوه في العقل، وخاصه ان طالوت ما كانش من سبط لاوي وما كانش من سبط يهودا. في الاول ديال الفيديو قلت لكم عقلوا على يهودا وعقلوا على لاوي. يهودا كان كيجيو منه الملوك، السبط ديال يهودا يعني السلاله ديالو كان كيجيو منه الملوك، وسبط لاوي كانوا كيجيو منه الانبياء. فمعظم الانبياء ديال بني اسرائيل جاوا من سبط لاوي، وجميع الملوك من بني اسرائيل جاوا من سبط يهودا، الا طالوت جا من سبط بنيامين اللي هو الشقيق ديال يوسف عليه السلام. فهنا بني اسرائيل ما تقبلوش هذا الامر، ولكن مع ذلك غادي يردخل الامر، وطالوت غادي يطلب منهم شي مسائل اللي هي بسيطه جدا، ومع ذلك ما غادي يبغيش يطبقوها. قال لهم غادي ندوزوا على واحد النهر، ندوزوا منه ما تشربوش منه الا من اختلف غرفه بيد، ومع ذلك لم يطيعوا نبيهم فشربوا منه. ومن بعد غادي يقول لهم قعدوا الناس اللي شربوا ما غاديش يكملوا معنا الرحله ديال الجهاد، غتبقاو هنا. فتقريبا شي 80% من الجيش مشى. ملي هذيك العدد القليل اللي كان مع طالوت غادي يوصلوا لساحه المعركه، قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذوك تقريبا كانوا 80000 في الاول شربوا، بقاو 4000 تقريبا. من ديك 4000 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من ديك 4000 بقى عدد شرذمة قليل جدا، تقريبا 314. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بأن العدد اللي بقى ثبت مع طالوت في معركة جالوت
هو نفس العدد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر اللي هو 313 أو 314. فهنا غادي يتلاقى الجيشان، جيش المؤمنين آنذاك اللي هما بنو إسرائيل، وجيش الكافرين اللي مع الملك ديالهم جالوت، وجالوت كان عملاق جدا. الله عز وجل غادي يحيي داوود، غادي يخرج من ديك وسط الصفوف، وكان هو فتى صغير عنده 16 سنة، وغادي يجبد المقلاع ديالو ويدير فيه حجرة ويقول بسم الله، وغادي يضرب وغادي تجي لجالوت في الراس ديالو، غادي يطيح غادي يقتلو. فهزم داوود وجالوت، وهنا غادي يتمكنوا بنو إسرائيل من العدو ديالو. الخاصية اللي كانت تميز نبي الله داود عليه السلام هو أنه كان ملك ونبي في آن واحد. سنة 1004 قبل الميلاد، ميلاد المسيح، سيدنا داود عليه السلام مع بنو إسرائيل مع المعجزات اللي أعطى الله عز وجل غادي قدر أنه يدخل عدة مدن في الأرض المباركة اللي هي أرض فلسطين، وغادي قدر أنه يضم إلى ملكه 75% من أراضي فلسطين الحالية، 20,000 كيلومتر مربع، علما أن المساحة ديال فلسطين هي 26,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 74 أو 75% من الأراضي. سيدنا داود عليه السلام غادي يحكم، غيكون حاكم عادل بطبيعة الحال لأنه نبي، غادي يحكم الأرض المقدسة مدة 40 سنة، ومن بعد غادي يتولى من موراه ابنه سليمان عليه السلام، وكذلك غادي يحكم 40 سنة. فهنا كنفهموا بأن هاد المدة كاملة اللي تكلفنا فيها على بنو إسرائيل، المرة الوحيدة التي حكمها بنو إسرائيل هي مع داود عليه السلام ثم مع سليمان، علما أن وخا هكاك في عهد داود عليه السلام في عهد سليمان عليه السلام كانوا بعض السلوكيات اللي ما عندها حتى شي علاقة بالتوحيد. فكانوا بزاف ديال بنو إسرائيل عندهم الشرك وعندهم السحر الى اخره الى اخره، ولكن كانوا مخافه من نبي الله داود وسليمان اللي سخر لي الله كل شيء، سخر لي الله الريح والحيوانات والجن. فطبيعة الحال ما كانوش كيقدروا يبينوا الكفر ديالهم والشرك ديالهم، الى ان مات سليمان عليه السلام، وبقاو القصه راه مشهوره ديال سيدنا سليمان اللي بقى واقف على العود، شاجت واحد الدوده ديال الارض اللي غادي تاكلو غادي يطيح، فالجن بقاو خدامين. اذا في هذيك 80 سنه ديال حكم داود عليه السلام وسليمان عليه السلام هي الفترة الوحيدة في تاريخ أرض فلسطين اللي غادي يحكموها بنو إسرائيل حكما بما يرضي الله. إذا قصة هيكل سليمان اللي شي دعوا اليهود أنه كين ما كينش، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن سليمان عليه السلام بنى مسجدا أو أنه رمم مسجدا اللي هو المسجد الأقصى. بالضبط، ما كينش شي حاجة جديدة، ما كين لا هيكل لا شي حاجة، الهيكل فقط خرافة. ما هو صحيح هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن سليمان عليه السلام جدد بناية المسجد الأقصى، لأنه بزاف ديال العصور داس راب شحال من مرة، دخلوا بزاف ديال الممالك فتعرض للإهمال مرارا وتكرارا. فسيدنا سليمان بنى مسجد في المسجد الأقصى، وكيقولوا بعض العلماء أنه قريب المسجد الأقصى، مشي فيه بالضبط وكيحدا. فقضية ديال هيكل سليمان ما عندها شي أساس من الصحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بأنبياء بني إسرائيل منهم، لأنهم بنو إسرائيل كما قال الله عز وجل في القرآن قتلوا الأنبياء، قتلوا أكثر من 10,000 نبي، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعد موت سيدنا سليمان عليه السلام انقسم اليهود لقسمين، قسم في شمال فلسطين وسميت مملكة إسرائيل وكانوا فيها 10 ديال الأصباط، في الجنوب كانت مملكة يهودا، يعني المملكة اللي كان أسسها داود عليه السلام وسليمان عليه السلام غادي تنقسم إلى شطرين، في الشمال مملكة إسرائيل ومملكة يهودا، ويهودا كانوا فيها سبطين فقط اللي هما بنيامين ويهودا. ملي كنقولوا سبطين يعني قبائل، يعني قبيلة يهودا وقبيلة بنيامين هما اللي أسسوا مملكة يهودا. مملكة إسرائيل اللي كانت في الشمال غادي تدوم 200 وجوج سنة، 200 وسنتين، إلى أن سلط الله عليهم الآشوريين اللي جاءوا من الشرق سنة 721 قبل الميلاد، ملي غيسلطوا من الله عليهم غادي يسبيهم وغادي يبعثروهم في أنحاء العالم، غيشدوهم غادي يفرتوهم في جميع بقاع العالم، ما غاديش يبقاو مجموعين. حين ظلت مملكة يهودا إلى 586 قبل الميلاد، يعني دامت أكثر من مملكة إسرائيل، إلى أن سلط الله عليهم بوخبنصر أو بوخشنصر ملك بابل،
هي سلط عليهم المرة الأولى سيقتلهم، من بعد 10 سنوات غادي يدخل المرة غادي يقتلهم تقتل أكثر، وغادي يأخذ 40,000 من بنو إسرائيل ومن غيزهم من 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 في أرض كنعان أو أرض فلسطين ويديهم البابل. وهذا هو اللي تكلمت عليه في الأول الفيديو، السبي البابلي الثاني، حيث أنه خذ 40,000 من بنو إسرائيل خاصة اليهود وبنيامين ويديهم البابل وغيبقاو تما. وهنا عاد باش تفكروا بنو إسرائيل أو اليهود واحد القضية اللي ما كانوش دايرينها أصلا، أنهم مع عمرهم ما كانوا قيدوا التوراة. فهنا يبان السبي البابلي وهم عايشين في بابل مع البابليين، هنا عاد باش طاحت عليهم الفكرة أنهم يبداو يقيدوا التوراة. يعني كتشوفوا مدة زمنية طويلة جدا ما بين فاش بعث الله سيدنا موسى وما بين ناضوا الأحبار ديالهم أنهم عاد باش بغاو يبداو يقيدوا التوراة. ولذلك ما يجيكش غريب أن التحريف يكون كثير جدا فيما يخص التوراة، علما أن التلمود هو فقط الشهادة ديال العلماء والأحبار ديالهم. يعني التلمود هو بحال قلت شي في الكتاب ديال الفتاوى ديال العلماء ديالهم. فالتلمود والتوراة وهي محرفة حاليا حيتاش ما عندهاش علاقة بالتوراة التي أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام، حيتاش ما نزل من جبل الطور لقاء بنو إسرائيل كيعبدوا العجل، لاح الألواح وترسات، حيتاش الله عز وجل نزل ألواح، ألواح مكتوب فيها الوصايا العشر لي دي كوموندمون، هذيك هي التوراة. التوراة ما تجمعاتش في عهد سيدنا موسى، وتدازت هذه المدة كاملة تقريبا 1000 سنة تقريبا عاد باش فكروا أنهم يجمعوا التوراة. بنو إسرائيل حكموا أرض فلسطين من 1004 قبل الميلاد إلى 586 قبل الميلاد، تقريبا 416 سنة من الحكم بنو إسرائيل الأرض فلسطين، منها فقط 80 سنة اللي كانت حكم مبني على حكم إيماني وبما يرضي الله، اللي هي الزمن ديال سيدنا داود عليه السلام وزمن سيدنا سليمان عليه السلام. ما تبقى راه كله كان بعيد على شرع الله اللي كان نزل عليهم، وهي كانت فقط الشهادات وبزاف ديال الخرافات. ولهذا لا نستغرب ملي كنشوفوا ان الدين اليهودي فيه بزاف ديال الشركيات، وفيه عدم الاحترام الانبياء هذه الاولى، فيه قتل الانبياء وفيه استهزاء بالذات الالهيه. فيكفي انك تقرا القران غتفهم بان اليهود لا يقدرون الله عز وجل، بل ان اليهود عندهم اعتقادات فاسده جدا، حيث ان كيف ما قلت في الاول الفيديو ان كيقول لك اسرائيل انه اللي هو يعقوب صارع الله فقضى عليه، وان موسى هو الضارب مع الله عز وجل. يعني شي افكار ما تيدخلوش العقل، تيقول لك ان الله فقير ونحن اغنياء، هادشي كامل مذكور في القران. يكفي انك تقرا غادي تفهم بان الدين اليهودي الحالي المحرف طبيعة الحال ما عنده حتى شي علاقه بالاصل اللي كانت هي التوراة اللي كانت نزلت على موسى عليه الصلاه والسلام. حكموا البابليين ارض فلسطين مده 47 سنه فقط، غادي يجي حكم الفارسيين، من بعد غادي يحكموا واحد المده من الزمن غادي يجي الحكم الاغريقي على يد الاسكندر المقدوني الكسندر لو غران. ملي تسلم الاسكندر المقدوني حكم فلسطين غادي يامبوزي عليهم لي لوا والقانون الاغريقي، يعني غادي تولي الثقافه الاغريقيه. وهنا غادي يخرجوا لنا واحد طائفه جديده من بنو اسرائيل، من اليهود عفوا، من اليهود غادي يكونوا اليهود المتاغرقه، اليهود المتاغرقه، وهم اليهود اللي تشبعوا بالحضاره وبالثقافه الاغريقيه. كتعرفوا ان الاغريق عندهم 12 الهه، عندهم الهات بزاف، اله الشمس، اله الجمال، اله الخمر، اله كذا اله كذا، وعاد باش عندهم واحد اله. ولذلك ما تستغربش ملي تسمع ان بنو اسرائيل ملي كيتكلموا على الاله كيعطيو تجسيد، كيجسدوه وكيعطيو بحال قلتي صفات ديال البشر، حيت هذا الشيء جا بزاف من الثقافه الاغريقيه، وقبل ذلك من الثقافه البابليه والاشوريه الى اخره الى اخره. فجميع الحضارات اللي جاوا وتعداوا على بنو اسرائيل وعلى اليهود كانوا كياخذوا من عندهم المخلفات ديال الفكر ديالهم وكيدخلوها في الدين ديالهم. اسكندر المقدوني بقى دخل 332 قبل الميلاد وبقى حتى لسنه 63. هنا غتقاسم بنو اسرائيل او اليهود الى طائفتين، اليهود المتأغرقة واليهود الاتباع ديال اليهودا المقابي او المكابي. اليهود المكابي غادي يجي وعنده واحد الفكر، والمكابي باللغه ديالهم هي المطرقه، قال لهم
خصنا نرجعوا للأرض المقدسة، وخصنا نرجعوا للبيت المقدس وتفاوضوا مع السلطة الحاكمة آنذاك الإغريقية، فكان لهم مكان وغادي يقدروا يدخلوا البيت الأرض المقدسة مرة أخرى. كنظن أن الفيديو غيكون طويل شوية، جو بونس غادي نديروا واحد لا بتيت بوز وحتى نرجعوا المرة الجاية ونكملوا بقية أطوار قصة اليهود وبنو إسرائيل والعلاقة ديالها مع القضية الفلسطينية. خليت لكم الراحة، والسلام عليكم ورحمة الله.